طالب يحصل على يرجع ريحة له يختار في رمضان كله فقط. الأخ يقول: الطالب المبتعث الذي يرى الغرب هل يحق له الإفطار في شهر رمضان؟ أولا ينبغي التنبه إلى الابتعاد هذا، هل هو حلال أم هو حرام؟ وهل هذا الابتعاد عاد على المسلمين بالنفع والخير ونصرة هذا الدين، أم عاد على المسلمين بالضرر والتميع العقدي والانحطاط الأخلاقي وفساد الديانة وهشاشة العقيدة؟ نحن نعرف أن معظم المبتعثين من الجهلة، ونحن نعلم بحكم الإسلام أنه لا يجوز السفر لديار الغرب إلا بشروط، ولا أعلم أحدا من العلماء أجاز السفر إلى ديار الغرب بلا قيد ولا شرط، بل حكى غير واحد من الأئمة الكبار الإجماع على أنه لا يجوز السفر إلى ديار الغرب إذا كان عاجزا عن إظهار دينه أو كان لا يأمن على نفسه. وقد جاء عند النسائي وغيره من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فإذا كان هذا الرجل الكافر إذا أسلم يجب عليه الهجرة إذا كان قادرا ولا يأمن على نفسه، وإذا لم يهاجر وهو قادر على الهجرة ولا يأمن على نفسه فإن الله لا يقبل عمله. فكيف بها المسلم الذي هو جاهل بدين الله ولا يفقه أحكام الشريعة يذهب إلى ديار الغرب ويعيش بين أظهر الكفار ويعيش بينهم في بيوتهم وفي معاقلهم ويقضن رطانتهم ويحاكي أفعالهم ولا ينكر عليهم بل قد يستحسن ماهم عليه ويضاحكوا ويمازحهم؟ فمثل هذا قد أتى بكبيرة من الكبائر، فإن الله جل وعلا يقول: إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ماذا قال الله عنهم؟ فأولئك مأواهم جهنم. فأولئك مأواهم جهنم، لأن أرض الله واسعة، كان الواجب عليه أن يهاجروا ويتميزوا عن الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من مسلم قبيلة أظهر المشركين، فتجب البراءة من هؤلاء والبعد عنهم إذا ما تبرأ منه وسافر دون استصحاب الشروط. وهذه الشروط هي على النحو التالي: الشرط الأول أن يكون سفره لحاجة ولمصلحة دينية أو دنيوية، أما إذا كانت لا مصلحة لا دينية ولا دنيوية فإن يمنع من ذلك. الأمر الثاني أن يأمن على نفسه، إذا كان لا يأمن على نفسه فإنه يمنع من ذلك. الأمر الثالث أن يظهر دينه، فإذا ما أظهر دينه لن يجوز له السفر إلى دياره. اختلف العلماء في معنى إظهار الدين على قولين: القول الأول أن إظهار الدين يكون بالصلوات الخمس وبإظهار شعائر أهل الإسلام، وقول الثاني أن هذا لا يكفي، لأن لو كان هذا كافيا ما نصب كفار قريش العدا لأبي بكر وللصحابة رضي الله عنهم، فإن المتعين هو البراءة من الشرك ومن المشركين ومن بيان حقيقة هذا الدين والبراءة منهم إذا هم معشر كفار وظهر العداوة لهم. متى ما فعل هذا كان مظهرا لدينه، وهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم، وكان يتبرؤون منهم ويعادونهم. وحين ذهب ثمامة بن وثال إلى أخذ العمرة وهو حديث عهد بإسلام، فقال كفار قريش: صبات. قال: ما صبات ولكنني أسلمت، والله كان سيد أهل اليمامة، والله ما تقدم عليكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعهم، فضاقوا بإدارة حاصرهم اقتصاديا فضاقوا ضرعا وجاعوا، حتى كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يأذن لثمامة بأن تأتي إليهم الحنطة، كانوا يتبرؤون منه ويعادونه وينصبون لهم العدة، فما قال الله جل وعلا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا دليل على وجوب البراءة منه وإظهار هذا الدين. فهذا الابتعاث هذا اليوم مفاسد واضحة ومضار متعددة، ويجب تحذير أبناء المسلمين من هذا. وقد زاد الضرر، النساء الآن تبتعث أيضا، وماذا عند المرأة من الاعتقاد ومن الحصانة، مع أن العلماء الأوائل كانوا يضبطون الحمام موضوع الحصانة، لابد يصير عنده حصانة علمية، حصانة عقدية. الجاهل اللي ما عنده لا حصانة علمية ولا حصانة عقدية، ولا يفرق بين الإسلام وبين الكفر، ولا يفرق بين الناس، والناس عنده سواء، كيف يكون هذا حصانة وينهب إلى ديار الكفار؟ ولا هذا سيظهر دينه وسيعني كلمة الحق؟ نحن نرى الكفار الآن ينظرون للإسلام بمنظور وجود هؤلاء في بين ظهورهم. الكفار ما يميزون الآن بين هذا مسلم فاسق، هذا مسلم مطيع، هذا مسلم عاصي. هم يعتبروا مسلم، حتى عندما المشرك مسلم كل الرجل مدام يقول أنا مسلم فهو مسلم. المسلم عندما كان مكتوب في البطاقة بأنه مسلم، فهم لا يميزون بين هذا وهذا. ويرون بعض من المسلمين يمارس الفواحش ويشرب الخمور ويرتكب أعظم المحرمات من السرقة وغيرها، يرون الإسلام في شخصية هؤلاء. ومن ثم حين أسلم بعض الكفار يقول لو أردت أن أسلم من أفعال بعض المسلمين ما أسلمت، إن ما رأيت في شخصية من يقول أنا مسلم الشخصية المثالية والدالة التي جاء بها القرآن، إنما قرأت القرآن فأسلم وعرفت يقول أن الإسلام شيء وأن أهل الإسلام المعاصرين شيء آخر. إذن هؤلاء يريدون إعلاء كلمتهم جهلة. أما ما تعلق بالفطر فهذه مسألة أخرى، لأن العلماء رحمه الله تعالى اختلف في المسافر إذا كان سفره لمعصية هل يقصر ويفطر أم لا. قولان عند الفقهاء، القول الأول مذهب أحمد أن من كان عاصيا بسفره فإنه لا يترخص لا بقصر ولا بفطر، لقول الله جل وعلا غير باغ ولا عاد. وقول الثاني في المسألة أنه يترخص، وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى. ولكن من ذهب إلى ديار الكفار وجلس في مكان، استقر في مكان وينوي سنة أو سنتين، قد لا يقال عن هذا بأنه مسافر، لأن هذا جالس ومستقر، وبالتالي لا يرخص لهذا بالفطر. لأنه متى ما رخص لهذا بالفطر، وقد وجد من ترخص بالفطر وما استطاع في المستقبل أن يقضي، تراكمت عليه الشهور سنة سنتين وما قضى، فمثل هؤلاء ما يرخص لهم بالفطر لوجود المفسدة الظاهرة بفطر. الله أعلم.